نبتدي باخبار نادي الزمالك. كارتيرون بيشترط استمرار ثلاثي الفريق لتجديد عقده. طبعا في بعض اللاعبين المهمين لمستر كارتيرون في الفريق يهمه ان هو عشان يؤدي دوره بشكل جيد بيبقى طبعا ادواته اللي بيبقى عايزها داخل الملعب عشان ينفذ كل حاجه لازم تبقى موجوده. فبنتكلم على طارق حامد، طبعا واحد من اللعيبه المميزه بالنسبه لنادي الزمالك في وسط الملعب، ودوره مهم جدا في خطط مستر كارتيرون في الملعب. ايضا فرجاني ساسي برضو نفس الوضع، وقدم مستوى ممتاز مع نادي الزمالك في ظل ايضا وجود مستر كارتيرون كمدير فني، واشرف بن شرقي. طبعا اشرف بن شرقي واحد من اللعيبه المميزه اللي جم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك يعني بتحبه، لان طبعا اهدافه المؤثره في اخر كام مباراه كان ليها حدث كبير جدا لجماهير نادي الزمالك وحصول نادي الزمالك على السوبر الافريقي. فبالتالي ثلاث لعيبه دول كانوا شرط اساسي بالنسبه لمستر كارتيرون لتواجده مره اخرى لتجديد العقد الخاص به مع نادي الزمالك. في نفس الوقت يعني عندي خبر بخصوص كنا بنتكلم فيه مع استاذ معز من تونس، واسم مستر كارتيرون بيتردد مع النجم الساحلي، نادي النجم الساحلي على تدريب نادي النجم الساحلي. وبالتالي هل مستر كارتيرون بيفكر في الوقت القادم برضه، لان ممكن يكون عرض مميز، يعني العرض اللي بيقدمه النجم الساحلي هيكون مميز، فبالتالي التفكير لغايه لما نشوف امضاء مستر كارتيرون على عقد نادي الزمالك هيكون واضح او موجود. ممكن الراجل يغير رايه، ممكن كلام كتير، كلامنا امبارح على فايلر، النهارده بنتكلم ايضا على مستر كارتيرون، لان في الوقت ده بيبقى فيه عروض لجميع المدربين وكل واحد بيفكر لحين ان هو يجدد عقده او يمدده. فبالتالي بنطلع نقول خلاص تم التعاقد مع مستر كارتيرون او تمديد عقده مع النادي، لكن في عرض موجود لمستر كارتيرون من نادي النجم الساحلي. الزمالك بيبلغ لاعبيه بموعد صرف رواتبهم المتاخره. استاذ امير مرتضى منصور المشرف على الكره في نادي الزمالك اكد للاعيبه نادي الزمالك ان يوم السبت هيكون المستحقات المتاخره بالنسبه لهم في الفتره السابقه انها تبقى ان شاء الله يوم السبت. طبعا واضح من خلال ان الفتره اللي فاتت كان اشتراكات الاعضاء انعشت خزينه نادي الزمالك بشكل كبير، وبالتالي هيبقى في وفره في المال لدفع المستحقات الخاصه باللاعبين. ايضا الزمالك بيشترط التعاقد مع ديفندر للموافقه على رحيل محمد محسن لاعب خط وسط نادي الزمالك. ده برضو واحد من الاخبار. محمد حسن واحد من اللعيبه المميزه في خط الوسط، لكن ما لعبش كتير مع نادي الزمالك في الفتره السابقه، وايضا يمكن كان نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت كان بيتكلم مع كذا لاعب في خط الوسط، منهم دونجا، منهم ايضا لعيبه مميزه جدا في الجزئيه دي، لعيبه من نادي وادي دجله، محمد عبد العاطي لو احنا تابعنا هذا اللاعب، ايضا من اللعيبه المميزه في الدوري الممتاز، لكن حتى الان الانديه بتاعتهم مش عايزه تسيبهم. فبالتالي هل محمد حسن نادي الزمالك هيستغنى عنه؟ خصوصا نادي الزمالك قال لك حتى اي لاعب انا هستغنى عنه لازم ابيعه، فهي دي نقطه اعتقد هتبقى عائق بالنسبه لمحمد حسن في انتقاله لاي نادي اخر. دول يمكن اخبار نادي